نعم، والله هذه مسألة خطيرة. أنا رأيت يعني بعض من أثق به من العلماء من ساعة العلم يعني يتساهل في المسألة المدة الأخيرة، وبعض المجالس وبعض المجامع يعني الحقيقة يعني، وأكثر من يدفع بذلك يدفع ذلك الإيرانيون، وهؤلاء يعني موقفهم من الصحابة معروف، يعني عندهم ثلاثة والله خمسة والله سبعة، والباقي كلهم اللي ماتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلى الجحيم حاشاهم يعني. وسمعت أنه أخرجوا عمر، وبعضهم يسألني يقول لي والله يوسف الصديق. هو أول حاجة المسلسلات في الغالب هذه لا فائدة منها، ويأخذها الناس على أنها مسلمات، وفيها من الكذب ما فيها، وفيها من قضية الإثارة وقضية النساء. نعم. ويجيب لك امرأة مش عارف كذا قبل الإسلام شكل عارية، وبعدين بعد الإسلام تحجبت، ويعني يقع يجيب لك واحد ممثل يعني من القمارين من الذين أعوذ بالله، وإن كانوا نجوما، والنجومية هذه هي يعني كما قال ذكر تسعة من أجداده كلهم في النار وهو عاشرهم، يعني هؤلاء النجومية أعوذ بالله سكار نكار، يعني من الذين لهم يعمل في أشياء أمام الناس يندى لها جبين الحياء ويندى لها الحجر، وبعدين يمثل لك واحد من أئمة المسلمين يعني يهان. وكما قال بعض العلم كلما تذكر الإنسان ذلك الإمام العظيم تذكر ذلك الممثل اللئيم. صحيح. يعني فهذا حقيقة لا أنصحه ولا يتفرج عليهم ولا يشوفهم. ونحن الذين جعلنا لي يعني أغلب، لا أقول الكل ربما، لكن في الأغلب هي فيها مشاكل. نعم. لا من حيث التوثيق التاريخي. نعم. لأن لا يعتمدون على الصحيح وعلى الثابت، ولا لا 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 مسألة هي غير صحيحة أو مكذوبة أو من أثر التنافس بين المذاهب يحط يجيبوها، ويجيب لك معاوية وحسن ويقول له وتجلدي للشامتين أريهم، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، ويقول للثاني وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، كلام كله مكذوب وغير صحيح، ويجيبوا فيه أشياء تبقى في آذان الناس، فيفسدون على الناس دينهم وثقتهم بأئمة يعني هم الآن في الجنة نحسبهم. نعم. فيعني الغالب المسلسلات هذه غير نعم. غير مفيدة. شكرا ولا جزيلا. تنفع. بارك الله فيك. هو سأل مسألة أخرى شيخ الباسط. صحيح البسط. أن الحجاج في مسلسل ضرب مكة بالكعبة بالمنجنيق. نعم. إيه نعم، لا هذا مشهور. نعم. هذا مشهور واقع. هو الحجاج. نعم. سأقول كلمة عن الحجاج. الحلقة انتهت شيخنا، لكن في ثانية إن شاء الله تعالى. بالا. تفضل. إذا قسناه بأهل زمينه فهو سفاح. نعم. وإذا قسناه بأئمة زماننا فهو من المرضي عنهم. نعم، هو ضرب الكعبة لأن نعم. تحارب مع ابن الزبير. نعم. هو لم يقصد الكعبة، ولكن لما كان ابن الزبير في مكة. نعم. ضربه فأصاب الكعبة فتصدعت. نعم. فردت على ما كانت عليه أيام النبي اللهم صل وسلم عليه. صلى الله عليه وسلم.